السلام عليكم، مرحبا بكم على القناة إيموبيلي بني ملال. ألف مرحبا بجميع المتتبعين الكرام، شكرا لكم بزاف على التشجيع ديالكم، وكنتمنى اللي شاف القناة أول مرة يشارك. شكرا لجميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن والجالية المغربية وجميع أشقائنا العرب. كما عودتكم إن شاء الله ديما الجديد على القناة إيموبيلي بني ملال، القناة ديال مولاي مسفيوي، نوريكم واحد الشقق للثمن ديالهم 42 مليون قابل للتفاوض. كتشوفوا شي حاجة اللي عصرية، فينيسيو هنا كاين صالون، هاد الشقق كيتواجدو في اير بليس دو، كاين خمسة ديال السكان اللي كاينين. كتشوفوا هنا كاين صال دوبا، حاجة اللي عصرية. التمارة على حسب ليطاج، التمارة قابل للتفاوض. ديما الجديد ان شاء الله على القناة. السكان كاين غير خمسة ديال السكان، كاين ربعة ديال الشقق ودوبليكس بالكراج. يبغي اي حاجة في العقار الف مرحبا، غير يتصل. كنتمنى اللي شاف القناة يشارك. ديما ان شاء الله غادي يكون الجديد. كاين شومبر بالبالكون، الشقق راه محفظين. فينيسيو كيما تتشوفو راه متقونه، هنا كاين شومبر. هاد الشقق دو شومبر، صالون، لا كويزين، صال دوبا. ايميل جديد ان شاء الله للقناة. اللي باغي يبيع اي عقار غير يتصل. الإشهار بالمجان، كاين الكويزين، بارطاجي وضغطوا على الجرس باش اي حاجه كانت جديده ان شاء الله توصلوا بها. قد ما كثروا العروض قد ما كلشي كيستافد. الانسان راه يلحق ويسكن. راه محفظين وكاينة إمكانية وعد بالبيع بالنسبة للناس اللي كيبغيو ياخدو كريدي من لابونك. ديما الجديد إن شاء الله.
شكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم، شكرا لجميع الناس اللي كيخليو لي تعليقات وجميع الناس اللي كيرسلوا لي الاصدقاء والعائله ديالهم. كنتمنى ان شاء الله ديما نكون عند حسن الظن ديالكم. شكرا لكم بزاف، وانتظروا ان شاء الله ديما الجديد، باقي بزاف ديال العقارات ان شاء الله يكون على القناة.